طلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نواصل في شرح مقرر التحكم الآلي، ونحن في الشابتر 3 Performance of Feedback Control System. بعد ما تكلمنا على الفيرست اوردر سيستم وعلى خصائصه وعلى البارامترز في الفيرست اوردر سيستم، من تايم كونستنت، من سيتلينج تايم، من 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 الى اخره، سنعطي في هذه الشرح بعض الامثله example of a first order system. Armature control DC motor LA equal to zero. نعرف أن الدي سي موتر، وهذا بطبيعة الحال يحتاج منكم الرجوع إلى مقرر الـ Principle of Electrical Machine في قسم Machines في قسم الكهرباء. نعرف أن Armature of a DC motor can be modelized like this. RA بالتتالي مع ملف LA. وفي الدي سي موتر، في الدي سي يعني تايم، او في الـ في في يعني في الدي سي دومين، يعني ال او الملف يصبح يساوي صفر. هنا هذا فيرست اوردر سيستم، الاوتبوت هو الاوميجا اوف اس. الاوميجا يعني سرعه المحرك، هذه سرعه او سرعه السرعه الزاويه، السرعه الزاويه. وبالنسبه للانبوت يو اوف اس هو الجهد الذي يغذي المحرك. فبالنسبة للترانسفير فانكشن، يعني سرعة المحرك على الجهد الذي أعطيه للمحرك، هو يكون في هذا الشكل. الكي تي هذه كونستنت، يعني تتأثر بالماشينز، بالار اي، بالال اي، بلا آخره. الار اي هي قيمة ملفات الروتر، الجي هي الميكانيكال انرشيال، الاس هي الفاريبل، البي هي الفريكشن، لانه لما يدور يعني العمود الدوار يعني سيحتك ببعض القطع الاخرى، فبالتالي البي هي الفريكشن. الكي تي كي بي كونستنت تقسيم الار اي. This is another example, electrical example. بالنسبه لطلاب الكهرباء هذا مهم جدا، ويمكن ان نشرح اكثر بدقه. عندي كيف يعني يمكنني ان احسب هذا الترانسفير فانكشن، الاوتبوت اوف اس اي اوف اس على الانبوت، هذا الانبوت وهذا الاوتبوت، هو واحد على ار سي اس بلس 1. هاو تو جيت ذيس ترانسفير فانكشن؟ بكل بساطه، في الالكتريكال سيركت يوجولي وي هاف تو ابلاي ذا كيرشوف فولتج لو. ماذا نقول؟ نقول انه الانبوت اي اي ايكوال تو ار اي اوف تي، هذا الجهد، زائد جهد الاوتبوت، وجهد الاوتبوت هو ايش؟ هو اي نود اوف تي يساوي ايش؟ الار في الار تايم اي اوف تي. نعرف انه الكرنت الاي اوف تي هنا هو نفس الكرنت الذي سيمر في المكثف او الكاباسيتور، وبالتالي الاي في المكثف، نعلم انه الاي او التيار في المكثف هو سي ديريفاتيف الجهد، يعني دي اوفر دي تي E node of T plus E node of T. هذا بالنسبة للإكواشن في التايم دومين لما طبقنا قانون كيرشوف للجهد. بعدها نحول هذه المعادلة كما عهدنا وتكلمنا هذا في الشابتر الأول، نحول هذه المعادلة من المجال الزمني إلى المجال الافتراضي أو إلى الأس دومين. نقول إيش؟ نقول الـ EI هذه يعني تصبح EI of S تساوي R C. Laplace transform للاشتقاق هو ايش؟ شفنا انه S E node of S minus E node of 0، هذا قانون في Laplace transform، plus E node of 0. اوكي، هذا E node of 0 لنفترض انه الجهد في المكثف في beginning time equal to 0، يبقى ايش؟ يبقى E I of S، يعني جهد الانبوت في الاس دومين، ايكوال تو ار سي اس اي نود، هذا صفر، بلس اي نود اوف زيرو اوف اس سوري، ايكوال تو اي نود اوف اس مضروبه في عامل مشترك ار سي اس بلس 1. وبالتالي الترانسفير فانكشن E node، يعني الاوتبوت E node of S على ال E I of S على الانبوت، يساوي بكل بساطة 1 تقسيم R C S plus 1 كما هو موجود في هذه المعادلة. هذا example لل first order system or electrical example of a first order system. Another example is a mechanical example. لما يكون عندي spring و friction mass،
عندي كتلة ماس تتحرك من خلال يعني تحرك هذا السبرينج. عندي الانبوت احدده هو الاكس اي يعني الديسبلاسمنت يعني هذا الريفرنس، وهذا يعني الاكس او يعني كيف تتحرك هذه الكتلة، يعني ستكون يعني تتحرك بهذه الطريقة. هذا ميكانيكال اكزامبل، يو شود يعني نو سام نوليدج اباوت ذا ميكانيكال سيستمز. الديسبلاسمنت of the output على displacement reference تساوي 1 تقسيم b على k، ال b هي الفريكشن وال k هي constant spring constant s زائد 1. This is some example of first order system such as mechanical, electrical, etc. Thank you very much.